طيب قولي هتلعب بقى مع فريق مين في تحدي جو الجيل الذهبي؟ بصي انت دخلتي اهلي وزمالك امام عاشور وبعد كده يعني طبعا في فرق جامده يعني حسام غالي فرقته جامده قوي، هو انا قصده كابتن حسن شحاته بس، ويعني هو ومعاه طبعا جده سيد معوض وليد سليمان امير توفيق عماد متعب. هم حسك انت بتلعب فين؟ في اي فرق؟ انا فرقتي انا وخالد بيبو وشيف عبد الفضيل عادل مصطفى امير عبد الحميد شيتوس وجايبين كذا حد كده من ولادنا. حسك متخوف من فرقه حسام غالي؟ ما مش هلاعبها الاول اصل هم فت، هم كل يوم بيلعبوا بادل وكوره فهم فت، احنا زي ما انت شايفه لسه الحمد لله محافظين بس لا مش زيهم طبعا. انا حاسه ان ده تمويه. لا والله لا احنا هنلاعب فرقه احمد حسن، هو مركز قوي جايب لعيبه لسه بتلعب في الدوري فهو عامل حسابه بس ان شاء الله هندوس عليه جامد ونلعب الفاينل بقى مع حسام. حسام هيلعب فريق حازم تمام، فريق حازم وجمال حمزه وابو العلا طبعا فرقه قويه بس احنا متفقين ان احنا يعني هنعمل اقصى حاجه عندنا وان احنا اصحاب جدا بس هم فرقه حسام بس نفسيات شويه وعايزين يكسبوا فلا بصي اهم حاجه الناس تبسط، اهم حاجه الناس دي شاركه اللعيبه اللي هتبقى موجوده. احنا لعيبه كتير، احنا حوالي اربعه يعني يمكن 20-24 لعيب، الناس دي شاركت في بطولات محليه وحاجات مع المنتخب. بتالي اي حد هيجي هيتبسط ان الكوره دلوقتي في لعيبه كويسه طبعا جدا ولكن الفنيات قلت شويه فهم يجوا بقى النهارده عشان يشوفوا فنيات اقل من اللي هم بيشوفوها.